بونجور ان شاء الله تكونوا كامل مليح وصحتكم مليحه. الفيديو نتاع اليوم تكمله لابارتي الاولى اللي درناها على لي زالك. دونك في الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا على لي مود دو كروسونس نتاع لي زالك. ما تنساوش اذا راكم جداد في لاشين ابوني لاشين ديروا جيم خليو كومونتير وفعلوا الجرس ويلا نبدا. دونك على بالنا باللي لي طال ذكرنا باللي عندنا لو طال تيبولير, ذكرنا باللي عندنا لي سيلول ايموبيل, عندنا لو طال فوكويد ايتترا. مي هادو كاين يعني كل مجموعه عندهم خصائص تاعهم. دونك يعني هاد المجموعات الكبيره دونك غادي نرتبوهم في وسطهم نرتبو يعني لي تيب نتاع لي طال اللي ذكرناهم المره اللي فاتت. دونك عندي لي زارشيتال ولا لي نيماتوتال ولا لي كلادوموتال. نبدا بلي زارشيتال, يندرجو ضمنهم لي طال اوني سيلولير مثلا لي سيلول ايموبيل اللي ما عندهمش ان سيستيم لوكي موتور, يعني ما عندهمش ان فلاجيل ولا لي سيل ايتترا. عندنا لي سيلول موبيل اللي عندهم اورغان ولا ماشي اورغان, يعني عندهم ان سيستيم لوكي موتور كي بيرميت دو لا موفمون ولا كي يعني يعطيهم لا موبيليتي. وعندنا لي كولوني دي سيلول اللي نسميهم لي كينوب, ويندرجو ضمنهم اوسي يعني نقدروا نسميو دي زارشيتال لي طال فيلامونتو افيك ان سول فيل دو سيلول, يعني يكون ان فيلامون نون راميفيي. داكار, نروحو للنوع الثاني واللي هما لي نيماتوتال. دونك لو طال ما عندوش ان اكس برينسيبال, نحبسو عند كلمه اكس برينسيبال ما اكس برينسيبال غادي نفهموش معناها. دونك لاكس برينسيبال باغ اكزومبل كيما الشجره نلقاو عندها الفرع الاساسي واللي هو حنايا نقولوا له لا تيج, ومن بعد يخرجوا منه دي تيج سيكوندير هكا. مثلا عندي الخس ما عندهاش هذا الشيء. الخس نلقاو بلي مجموعه من الاوراق دايرين على بعضها من الفوق والتحت مجموعه من الجذور هكاك مكشردين. دونك هذا بنتها رانا نهضروا بلي ما عندوش ان اكس برينسيبال. باغ كونتر الشجره عندها ان اكس برينسيبال. اوكي, دونك هنا لي نيماتوتال مثلهم كيما الخس اللي ما عندوش ان اكس برينسيبال. فيه دو تيب دو فيلامون. النوع الاول من لي فيلامون, يعني في النبته الواحده كاين دو تيب دو فيلامون. لي فيلامون رومبون يعني اللي غاتصين, غاميفيي متشعبين, لو رول تاعهم سي لا فيكساسيون نتاع الالغ نتاعنا او سول ولا في لوندرو اللي حبيت يعيش فيه. والنوع الثاني من لي فيلامون هما دي فيلامون دريسي غاميفيي ا كروسونس انديفيني. دونك سي طال بوفون ايفولوي اون لام. دونك عندي لي ريلاسيون انترسيلولير سو فون بار لانترميديير دون سينابس. لو سينابس هو المشبك كيما اللي عندنا حنا. دونك وشكون هما هاد لي نيماتوتال اللي عندهم يعني الخصائص هادو؟ دونك عندنا لي طال فيلامونتو, لو طال فولياسي او بيان لو طال تيبولير. نروحو للتروازيام تيب اللي هما لي كلادوموتال اللي هما لي بلو ايفولوي لي بلو سوبيريور لي لا فورم نتاعهم تشبه شويه لي زوتر جروب نتاع لي بلانت لي بلو ايفولوي سوبيريور على لي زالغ. دونك نبداو الكاركتيريستيك تاعهم باللي اول حاجه il formé d'une association de deux types de filaments. Les filaments الاولين اللي جايين من ان اكس برينسيبال. دونك ولا يعني فيلامون واحد اللي نسميوها ان اكس برينسيبال انجندري بار اون سيلول انيسيال ابيكال لا كروسونس نتاعها انديفيني. و دي رامو لاتيرو يعني دي راميفيكاسيون تشعبات جانبيه خارجه من هاد لاكس برينسيبال. دونك نسميوهم لي بلوريدي. دونك فورمي بار دي سيلول ايسو دون سيلول انيسيال دون لا فونكسيونمون تاعها تمبورار, يعني العمل نتاع هاد لا سيلول ولا الوظيفه نتاعها مؤقته. بويسكو لاحظنا باللي يعني هي اساسيه باش تبدا لي لا راميفيكاسيون لاتيرال نتاع هذاك لو رامو. بصح اون فوا تبدا لي لا راميفيكاسيون ولا تبدا لي لا كرواسونس ونحيو ولا نقتلو هذيك لا سيلول غادي تستكمل, يعني ماشي راح تحبس. دونك معناتها الفونكسيونمون تاعها اي تمبورار. دونك شكون هما هاد لي كلادوموتال؟ نلقاو لو طال فوكويد ولا لو طال اكلادون. دونك نروحو لي مود دو كروسونس نتاع لي زالغ. اول حاجه عندنا لا كروسونس ابيكال. النوع الاول هو لا كروسونس ابيكال, لا ديفيزيون تكون توجور او نيفو دو لا سيلول ابيكال. الفورماسيون دون سيلول بعد تكون كاينه اون فورماسيون دون سيلول سوبليمونتير ولا نسميوها اون سيلول سو ابيكال.
دونك لاحظوا باللي الاتجاه تاع لا كروسونس يكون من هابط للاسفل. يعني لا سيلول انيسيال هي هنا ديفيزالي، يعني بعد النشاط نتاعها ديفيزالي تعطيني سيلول تحتها، من بعد هاد لا سيلول تزيد تعطيني سيلول واحده اخرى تحتها، ويبقى يعني لا كروسونس في اتجاه الاسفل وتزيد تزيد لي لا لونغور نتاع هاد لو فيلامون. دونك هذه سي لا كروسونس ابيكال. النوع الثاني واللي هو فرعي جاي من اصلا من النوع الاول هذا اللي هي لا كروسونس ابيكال ديكوتوميك، دونك يعني لا ديفيزيون لاتيرال نتاع لا سيلول ابيكال. نجول هنا هاي لا سيلول ابيكال صرا لها اون ديفيزيون لاتيرال، واش تعطيني؟ تعطيني دو سيلول انيسيال في semblable. Celle-ci initiant deux portions de taille rigoureusement identiques. تعطيني زوج نتاع لي فيلامون واحد اخرين ايدنتيك. يعني هنا هاك تشوف كل واحد شد الجهه نتاعها يا اخي. دونك لي راميفيكاسيون نتاع هاد لي فيلامون اللي تشكلوني اللي تشكلو عندي ولا بلوتو، دونك لورسكو لا كروسونس تكون ابيكال لي راميفيكاسيون تاع هاد نتاع هاد لو فيلامون يعني يكونوا سواء ابيكال سواء لاتيرال. كيفاش تصرى لي لا راميفيكاسيون تاع لو فيلامون؟ يعني كي نقولوا باللي راهي ابيكال، دونك في لو كا هذا لا سيلول انيسيال اللي تشكلت لي بعد لا ديفيزيون هذيك برينسيبال اسوري سول لا راميفيكاسيون تاع لو فيلامون سو ديفيزي لونجيتودينيلمون، تنقسم لي طوليا باش تعطيني زوج نتاع لي سيلول انيسيال في يكونوا سواء ايغال ولا ان ايغال. Donc responsable du développement. Il y a deux filaments, les cono semblables, c'est-à-dire ils sont égales ou là non, yani ils sont inégales. La vie de l'initiale apicale, les mettez et s'achève au moment de la dichotomie. Lorsque ou bien la la ramification latérale, yani le تشعب يكون لي جانبي, yani la cellule initiale principale تستمر في الانقسام، يعني نقدر نقوله كلمة كلوازونمون ولا نقوله اون ديفيزيون سي لا ميم شوز. دونك هنايا تستمر في الانقسام عرضيا يعني ترانسفيرسالمون طوندي كون انيسيال لاتيرال دوني لا نيسونس ا ان نوفو فيلامون. يعني بعد هذوك الانقسامات العرضيه كاع اللي خرجوا لي كل وحده فيهم غادي تعطيني ان نوفو فيلامون، وهنايا تكون عندي اون راميفيكاسيون لاتيرال. نروحوا للنوع الثاني من لا كروسونس واللي هي لا كروسونس انتركالير. دونك هاد لا كروسونس تصرى لي بار الميريستام انتركالير، دونك لوكاليزي في لا باز نتاع لا فروند، يعني هنا ا لا فرونتيير باز بلوتو. نعاود نفكركم برك باللي هذه سي لا فروند، عندي هذه سي لا ستيب وهذه لا باز. دونك هنا في لا فرونتيير ستيب فروند في الحدود نتاع لا فروند ما بينها اللي تفصلنا بينها بالستيب، وثاني يعني في لا ليميت نهايه نتاع لا فروند كاين واحد لو ميريستام انتركالير. لا لونجمون نتاع لو ستيب انترين دو لا فورماسيون دون نوفو دون نوفيل فروند، يعني النشاط نتاع هاد المنطقه هذه الميريستام الموجود في المنطقه هذه راح ينتج لي بعد ذلك اون نوفيل فروند صغيره راح تكبر وتولي لي كيما هذه. داكور نروحو لا كروسونس ديفوز. دونك تصرى اونيكمون عند لو تال ولا لي تال فيلامونتو، ما عندهاش ان زون سبيسيال دو كروسونس. يعني باي اكزامبل كي ذكرنا على لا كروسونس ابيكال لا زون سبيسيال تاعها سي هي لا سيلول ابيكال، ولا غير لا سيلول انيسيال هي في ديك المنطقه وين كاينه هذيك لا سيلول تما وين تصرى لي لا كروسونس. باي اكزامبل لا كروسونس انتركالير تصرى لي اونيكمون في البلاصه اللي هي لا فرونتيير ستيب فروند، مي كي نقولو اون كروسونس ديفوز ما عندهاش ان زون سبيسيال، يعني لي سيلول سون ديسبيرسي في كاع لو طال اللي عندي. داكور Donc, la croissance est assurée par des divisions actives entre les cellules méristématiques. Il y a tous les vidéos les faites, on a les cellules méristématiques considérées comme des cellules souches. Les cellules ont une forte activité de diviser et après la division et la différenciation, tu as une cellule spécialisée d'un tissu. Ou déjà, les algues ont un vrai tissu.
تعطيني يعني اسوري لا فورماسيون دي نوفو سيلول سيلول دونك لي سيلول سون اكتيف اي سون نومبرو اي ايبار leur cloisonnement معناتها la division sont seulement transversaux يعني اذا كانوا فقط transversal الفيلامون هذا نسميوه unisérié mais اذا كان à la fois transversal et longitudinal نسميوه un filament pluriserié donc كيما هنايا دينا l'exemple نتاع la spirogyra يعني un filament تاع la spirogyra نلاحظوا باللي لي ديفيزيون صراو لي في كامل الاتجاهات لا سيلول هادي سوا صرا لي يعني تكون لونجيتودينال سوا تكون ترانسفيرسال اي ايتترا دونك جيسبر تكونوا فهمتوني الكور الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لا ريبرودكسيون ونهضروا على لي زورغان ريبرودكتور عند لي زالغ وكيفاش تصرا لا ريبرودكسيون دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا اذا عندكم دي كاستيون يعني خليهم في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله و اوسي اذا ماكش مشاركين في لاشين اشتركوا في لاشين فعلوا الجرس تهلا في رواحكم سلام